للوقوف عند التصويت الخاص في انتخابات مجالس المحافظات الذي شهد العديد من الإخفاقات وتداعيات ذلك على التصويت العام، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور نعمة الراوي. دكتور نعمة، حياكم الله. يعني أهلاً بحسب نتائج أولية دكتور، هناك حديث عن تقدم تحالف المالكي في هذه الانتخابات الخاصة، ولكن ألم يصف المالكي الأجهزة الأمنية والحشد بأنهم جبناء؟ كيف حصل على أصواتهم إذن دكتور؟ حصل عليهم بالتزوير والاختلاس والرشوة، ومن خلال تعيين المفوضية بالكامل تابعة لنور المالكي، ولذلك أصبح من السهل التلاعب بالمفوضية حسب ما هو يطلب ذلك. والتأكيد على ذلك، مثلا جماعة صادقون، هم مدري صادقون هم، نعم، العصا وآخرين، نعم طبعا العصا، نعم. بالصادقون يعني، نعم. بها نظر، نعم نعم، وبقية جماعة أعداء الحكيم أو غيره أنه معترضين على هذه النتائج، لأن النتائج بين مزورة. ولا بالله عليك، كيف أنه تنقل صناديق من البصرة، من الرمادي، من واسط، نعم، بسيارات بيك اب مكشوفة بصناديق؟ هل هذا يجوز في الانتخابات النزيهة؟ بالتأكيد لا. الشيء الآخر، شلون توقفت الأجهزة اللي يصوت بها الناس أو قوات الأمن؟ هذه طبعا بها سؤال ولم نجد له جواب. ولكن الحكومة تروج وروجت بأن التصويت الخاص قد نجح فيما يخص طبعا انتخابات مجالس المحافظات على الرغم من تعطل الأجهزة، كيف يمكن الرد على ذلك دكتور؟ سيد الكريم، أولا المفوضية ما صار بالعالم أنه تتوقع شيء قبل حدوثه، أنه راح تكون النتائج أو الذين يأتون للاقتراع بحدود 100%، وإذا بها يمكن تقريبا 30 أو 40%، بالدليل اللي يحق لهم 1,200,000 أو 300,000 حسب آخر المعلومات اللي وصلتنا، أنه بحدود 650,000 اللي صوتوا، وكثير منهم ألغى البطاقة، ألغى الاستمارة. ولذلك وزارة الداخلية أخي الكريم طلبت هذا اليوم، طلبت من كافة الجهاز الأمنية تزويدهم بالأسماء. هذا تدخل. أنا منتخب، أنا مرشح، أنا ذاهب للانتخابات، لماذا تتدخل في حياتي؟ أريد مثلا أريد أنتخب فلان أو ما أنتخب فلان، ليس من الجائز وليس من المقبول ذلك. طيب، وإذا بيها تفضل. طيب دكتور، في نقطة مهمة جدا هنا، منتسبو الأجهزة الأمنية تعرضوا لتهديدات من قبل قياداتهم للمشاركة في هذه الانتخابات أو في هذا التصويت، هذا يعني أن الحكومة والأحزاب متأكدون 100% أن الإقبال سيكون ضعيفا، هل لك رأي آخر دكتور؟ سيد الكريم، قبل 4 أو 5 أيام، نعم، سحبت كل بطاقات الأجهزة الأمنية من قبل مرؤوسيهم، وطلبوا منهم
انتخاب فلان وعدم انتخاب فلان. وبذلك هي الانتخابات مزيفة غير حقيقية، تصب في صالح المالكي. الكل المالكي يريد يعوض خسائره في انتخابات 21. طيب دكتور، طيب دكتور، إذا نعم. كان ما حدث في التصويت الخاص هو بالونة اختبار لما سيجري في الانتخابات في التصويت العام، ما هي الضمانات لتلافي نفس الأخطاء التي حدثت هذا اليوم؟ والله لا أخي الكريم، لن توجد أي ضمانة في هذه الدولة اللي تسمى دولة. نعم. منافقين سراق، بالله عليك، يعني كيف أجهزة تتعطل 70 إلى 75%؟ نعم. وتصبح النتائج مقبولة. أنا أعتقد أكو خلل في عقلية هؤلاء اللي يحكمون العراق الآن باسم الديمقراطية. الديمقراطية هي أنه الناخب يذهب رغبة منه ويختار من يشاء ويرفض من يشاء. أما وأن تأتي الأجهزة، قسم من الأجهزة، وتقف عند الباب وتهدده أنه انتخب فلان أو ننقلك إلى المكان فلان، فهذه تدخل في الانتخابات. ولكن دكتور، ولكن دكتور، المفوضية أرجعت توقف أجهزة العد الإلكترونية، قالت بسبب الإقبال الكبير. أخي هذه كذبة، كذبة. نعم. هاي فرية، مو بس كذبة، فرية. هذه المفوضية التي جثمت على قلوب العراقيين وصدور العراقيين، وهي تأخذ نصف ميزانية العراق، سرقة، رشوة، تبيع وتشتري بهؤلاء الأصوات، وتقول لفلان عين عيونك راح ننطيك ما يسرك من الأصوات. هذه الحقيقة، هذه الحقيقة أخي. احنا ليس لنا انتخابات، الانتخابات هي بالمادة، بالفلوس، بالرشوة، بالمحسوبية، بالشللية، بال طائفية. دكتور، هل أشرتم على حضور المحاصصة والطائفية في التصويت الخاص؟ نعم 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 أخي الكريم، حدث في منطقة حصيبة، منطقة سنية، مو الشكل؟ نعم. 500 أو 5000 صوت دخلا غير استحقاق، هذا الكلام مسؤول آني عنه. نعم. في غير موقع، وفي البصرة هنالك تدخل لتغيير قسم من النتائج والتصويت، وفي كركوك أيضا. فماذا نتحدث؟ نعم. نتحدث كثيرا وكثيرا ولم نعم نصل الى نتيجه. عبر سكايب من لندن الاكاديمي واستاذ العلاقات الدوليه الدكتور نعمه الراوي، شكرا جزيلا لكم. شكرا لك.